ولمناقشة دلالات إطلاق وزارة الداخلية لمنصة بلغ الإلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الهابط، معنا من أمستردام الصحفي العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا. خير أستاذ يونس، مرحبا. حياكم الله أستاذ مظفر، ما رأيك بهذه الخطوة الحكومية التي تأتي على ما يبدو في بين قوسين طبعا في إطار حرص الحكومة على محاربة المحتوى الهابط، وهي ذاتها التي تتفاهم بصيغة أو بأخرى مع سراق الشعب؟ نعم، بصراحة هذا الشيء اللي أعلنته الحكومة اللي تشتغل عليه شيء مثير للسخرية، يعني لأنه هذه الحكومة، أنا دائما أقول على منبركم الكريم ودائما أرددها، أنه هذه الحكومة هي اللي تفتعل هذه المشاكل، هي تفتعل هذه الأزمات حتى تستطيع أنه إلهاء الناس عن المأساة اللي يعيشوها وعن الـ عن الـ عن المشاكل اللي يواجهوها. لذلك هذه الحكومة تعطي الآن الحبل للناس اللي راح تشنقهم بعدين به. هذا راح يكون بدون حدود، بدون ضوابط، بدون هذا، حتى بعدين يكون مسمار جحا لتضييق على الناس وعلى حريات الناس، وعلى مثل ما فعلت أمريكا بمصطلح الإرهاب. الإرهاب لا حدود له، لا ضوابط له، ما حد يعرف شنو هو الإرهاب، ما حد يقدر يعرفه. هذا الشيء اللي تتعامل به الآن الحكومة العراقية مع الناس على المستوى الهابط وغيره، ما حد ما يعرف ضوابطه، لذلك هو وسيلة من الفوضى. نعم، كما تفضلت، ما تفضلت به كلام غاية في الأهمية. تعريف كلمة المحتوى الهابط تبدو يعني يبدو تعريفا مطاطيا، يعني لا يستطيع أحد أن يفهم المقصود من ذلك. فالبعض يقول الإساءة للمجتمع العراقي، الاتهامات المسيئة لرموز دينية تاريخية، هو أيضا محتوى هابط، فلماذا لا يحارب؟ طبعا ما يحاربون، يعني هو المعيار الطائفي هو اللي يتحكم بتصرفات الحكومة وتصرفات أفراد الحكومة. هذا المعيار الطائفي كل الشعب العراقي سمع قبل شهرين 3 أشهر رادود اللي هو طلع بالفضائيات وطلع بالفيديوهات وانتشر بكل وسائل التواصل الاجتماعي، يسب الصحابة ويسب بالرموز المقدسة للناس. ما حد حاسبه، كل يوم ينزل علينا فيديو ناس تحرض على القتل، تحرض على الفتنة الطائفية، ما حد يحاسبهم، ما حد يجيهم، بالعكس قد ينالون حماية وينالون جوائز ومميزات من هذه الوزارة ومن هذه الحكومة. نعم، لطالما حظيت عارضات الأزياء ومن يوصفن بالفنانات بالتكريم والدعم من مسؤولين حكوميين، وحصلنا كذلك على جوازات سفر دبلوماسية، واليوم الحكومة تتكلم عن محتوى هابط، كيف يمكن فهم ذلك أستاذ مظفر؟ فهم ذلك انه هم يعني نفس وزير الشباب قبل يوم 3 أيام انا سمعت له فيديو باللقاء على احدى الفضائيات، هو بنفسه اعترف انهم استعانوا بالبلوغرات واستعانوا بالناشطات والناشطين اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل انجاح دوره الخليج. هم اعترفوا بهذا الشيء، هم يستعينون بهذه الناس لتمرير شغلاتهم وتمرير مهرجاناتهم، تمرير الشيء اللي يريدونه، ويوزعون بالجوازات الدبلوماسيه، ومن الجانب الاخر للناشطين والناشطات اللي يحصلون على هذا الشيء بكل صلافه وبكل وقاحه، وحده بيهم تعترف بالفيديو بوسائل التواصل الاجتماعي انه تقدر هي تسقط الحكومه كلها، تقدر تسد الشوارع، تقدر تشيل الرتب من الضباط. هذا التناغم بيناتهم. نعم، هذا التناغم ايضا لا يمنع الخطاب الطائفي الذي يحرض على الكراهية، وتقدمه العديد من الحسابات، حسابات أقطاب العملية السياسية. والحكومة نحن نعرف كيف تتعامل مع المتابعون، يعرفون كيف تتعامل مع هذا التحريض من بعض الحسابات. والله أستاذ يونس، هو لو كان أكو جهة محايدة وجهة ذات عدالة لكانت حاسبت الناس اللي إجتي واشتركت بالعملية السياسية من 2003 الى حد اليوم وتعاونت مع الاحتلال، وكان حكمتهم كلهم بالاعدام والموت. هذه الناس هي اللي هدمت العراق، وهي اللي اذت العراقيين، هي اللي جابت المصائب للعراقيين. لو كان هناك جهه محايده تحكم بالعدل والانصاف، لكن لا وجود للعدل والانصاف بالعراق من 2003 الى حد اليوم. ناس يتصرفون بمزاجيه، ناس يتصرفون بمصلحتهم، ناس يتصرفون بوقتهم،
قرارات عشوائية، قرارات تافهة، لا قدرة للحكومة على تطبيقها، لا قدرة للناس على تقبلها. هم في وادي والناس في وادي، هم ملتهين بالسرقات والفساد ويريدون أي شيء لهم بالناس، والناس حايرة بعيشتها وحايرة برزقها. هل كان مقصودا أستاذ مظفر أن تكون هذه القوانين التي تصدرها السلطات في العراق فضفاضة وفق القواعد التي عممت في منصة بلغ على سبيل المثال؟ القضاء لم يوضح بدقة معايير تقييم المحتوى المسيء من عدمه، يعني هذه مسألة تحتاج إلى توضيح في الحقيقة، لأنه كما تحدثنا قبل قليل إذا كانت الفنانات وعارضات الأزياء مثلا ليس محتوى يعني هابطا أو مسيئا، فكيف يعرف ذلك؟ ومن حق الناس أن تعرف. صدقني استاذ يونس، ما حد راح يعرف شنو الضوابط اللي يشتغلون عليها، وانا متاكد يعني شبه متاكد ومستعد انه يعني انسال عليها بعدين. راح تشوف انه لما يخلص هذه، يخلص اللي هم يريدون يلهون الناس عنه، المشكله او الشيء اللي هسه الان يريدون يلهون الناس عنه بواسطه هذا الشيء، راح تلاقي اعداد هؤلاء الناشطين بالوسائل التواصل الاجتماعي راح يضاعفون أضعاف مضاعفة، والحكومة ما راح تحاسبهم، والمحتوى الهابط والمحتوى التافه راح يزيد إلى أن تلقي الحكومة فتشي تلهي بالناس أو فد باب آخر لتمرير أجندة معينة للناس. هذا مجرد له وقتي للناس، وتضييق على الحريات وتضييق على الناشطين السياسيين لا أكثر. شكرا لك سيد مظفر الخميسي الإعلامي العراقي من أمستردام.